طب دكتور علي، يعني اتكلم مع حضرتك اكتر عن فكره خوف وقلق الاباء والامهات في المرحله دي ان هم ينزلوا ولادهم، طبعا في ظل الظروف اللي بنمر بيها وهي جائحه فيروس كورونا، وان الدوله بتقول ان احنا لازم نتعامل مع هذه الجائحه. ازاي اقدر اسيطر على خوفي كأم واب ولادي ان انا انزلهم المدرسه في الظروف دي، وازاي كمان اوعي ولادي بكيفيه التعامل في المدرسه والحد من مخاطر فيروس كورونا؟ في الحقيقه السنتين اللي فاتوا كانت مهله قويه جدا ان احنا نتمرن على التباعد اللي بنسميه احنا التباعد الجسدي. ده كان فتره تمرين قويه جدا. الماسك امر مهم جدا، الاهتمام بالواقي، الماسك اللي بيحميني شويه، حته النظافه، غسيل الايدي ده كويس جدا. مش بس كده، التباعد شويه جسديا ده هيحميني. لكل اب وام دلوقتي عندهم حاله قلق، خلينا نقول ان الاطفال والمراهقين هم اقل ناس سجلوا حالات اصابات. طيب لو انا خايف على نفسي ان ممكن ابني حامل الموضوع، احنا دايما بنقول للناس اللقاح شغال كويس جدا جدا وبيدي مفعول كويس جدا. الراحه النفسيه، ودايما حتى احنا بنقول بلاش تفكر في الامراض وخليك مطمن. كل ما انت مطمن وبتعمل بالاجراءات الوقائيه بشكل سليم، كل ما كنت في حاله حمايه اكتر، كل ما كنت مطمن على نفسك واسرتك اكتر. ما تحاولش تجلب لنفسك افكار سلبيه وتعيش الحياه بشكل فيها قلق. ربنا ما خلقناش عشان نتعذب او نقلق في هذه الارض، ولكن لينا رساله ولينا امانه لازم نعملها. دي جزئية مهمة جدا لازم نركز عليها. طول ما انت بتعمل الإجراءات الوقائية، طول ما انت بتعمل التباعد الجسدي، طول ما انت بتاخد بالك من شكل التغذية الصحيحة السليمة لأولادك ولنفسك، كل ما انت كنت مطمن. فكر انك تطمن ازاي وتطمن أولادك، فكر في أشياء إيجابية، طمن نفسك بنفسك، قول كلام إيجابي لنفسك وقول إن شاء الله مش هيصيبني حاجة والأولاد تمام وطبيعي. حتى من قبل كورونا كان طبيعي جدا أولادنا يتعرضوا مثلا لبعض الالتهابات البسيطة في الحنجرة، التهابات اللوز، الحاجات البسيطة جدا اللي هي شكل من أشكال النمو الطبيعي للأولاد. لا، وكنا بننزل كمان يا دكتور علي، يعني كنا بننزل كمان أكيد مش ما كناش في الفترة دي يعني محبوسين قوي في بيوت. أكيد كنا بنروح من بيت لبيت نزور حد، يعني أكيد في صحيح. مرحلة كده معينة كنا بننزل فيها، مش هنيجي عند المدارس ونقول إحنا خايفين ومتوترين وكيفية التعامل. يعني لازم يكون عندنا الثقافة دي. ده حقيقي. خلينا نقول فعلا ثقافة تشغيل الحياة وإعادة الحياة أمر طبيعي. احنا سمعنا عن دول مجاورة ابتدوا يفتحوا الآفاق وبيشتغلوا بكل طاقتهم الأيام دي في بعض الأماكن، فلازم احنا نكون من مقدمة الدول اللي بتساعد وتدفع عجلة الإنتاج مرة أخرى، وتحاول تنتج مرة أخرى وتقف على رجليها مرة أخرى وترجع الحياة التعليمية بشكل كويس جدا. سنتين من التوقف وتقطع العمليات التعليمية أثروا على جيل في الثانوية العامة لا يزال يعاني شوية، ولكن لما نحس إن احنا عايزين نقيم العمليات التعليمية التجريبية اللي احنا عايشين فيها بقالنا سنين كتيرة جدا دي، نقيمها إزاي دون الرجوع للمدارس مرة أخرى؟ ساعد ابنك وساعد نفسك إن احنا نتعلم أفضل الإمكانيات والمهارات. وفعلا كل شخص يقدر يكون مركز قوي في حتة التباعد الجسدي، مركز قوي الأشخاص اللي حواليه هم عاملين إزاي. وخلينا نقول بشكل بسيط جدا من خلال قناة ميسات، نقول حتة مهمة جدا، لو ابنك حس إن هو تعبان شوية أو عنده مشاكل جسدية، ارتفاع في درجة الحرارة، خليه ما يروحش النهاردة المدرسة. ابني سليم والحياة تمام، يتفضل بروح. ولكن خلينا فاكرين ان الصدق عمليه مهمه جدا، والصدق مع بنيه القلب ان هو لازم تكون انا تمام. في اولاد بيمثلوا الصبح يبقى عندهم حاله الهستيريا المرضيه العاليه دي، ايوه في، ولكن انت عارف ابني اشتكى المره دي بس مش يوميا بيشكي نفس الشكوى. ده الفيصل ما بين ان ابني بيمثل عليا المرض او اني ابني لا، ده هو عادي بيروح المدرسه يوميا، ولكن هو فعلا لاحظنا ان بالليل كانت درجة حرارته مرتفعة شوية لا قدر الله. صحيح. او شوية في كحة او حاجات دي، لا ساعتها ممكن ايه ما يروحش النهاردة او يومين لغاية ما اطمن عليه. ده مهم جدا. صحيح. نعمله، لكن في الحياة العادية لا، يروح ويشتغل ويشوف الواجبات بتاعته والعملية التعليمية
ويرجع يقول لنا اليوم بتاعه كان عامل ازاي ويسجل ذكريات ايجابيه. صحيح. كلنا عزيزي المشاهد اللي بتسمع دلوقتي كان لينا اجمل ذكرياتنا في ايام ابتدائي وفي اعدادي وثانوي، وبنقول يا ريت الايام دي ترجع تاني. حقيقي. فاولادنا اللي بيسمعونا دلوقتي انتوا فيها. يعني انا احط فكره الامانه ما بين قوسين، ان يكون عندنا امانه، حاسين ان ولادنا تعبانين فما ننزلهمش، يعني ما نقولش ده دور برد عادي، ما نقولش دي سخونه خفيفه، خلينا ناخد احتياطاتنا الى ابعد الحدود عشان نحمي الولاد التانية. يعني انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذه الطاقه الايجابيه والمعلومات. انا بشكر حضرتك جدا دكتور علي عبد الرادي، استشاري العلاج والتاهيل النفسي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة وميسات بخير ومنورانا، وكل العالم كله بخير وصحة وسعادة، وتمنياتي لكم بمزيد من التقدم والازدهار والتنوير الحقيقي. ويلا بينا ناخد ايدين بعضينا نحو مستقبل مشرق لينا وأولادنا. كل عام وانتم بخير وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا على الطاقة الإيجابية الصباحية دي.